يلا يا جماعه احنا مقفول اللي هينزل. اطلع على السبندق. ميرسي. شوف بقى الورقه اللي فيها عنوان مكتب بابايا، كلمه بقى وشوف بقى هتيجوا البيت امتى ان شاء الله. تمام تمام. وعلى العموم مفيش داعي تشكريني. اشكرك على ايه؟ وبعدين مين اللي يشكر مين؟ انت طبعا اللي تشكريني، مش دفعتلك اجره الميكروباص؟ لا مش فاهمه. يعني احنا اخر الشهر واكيد شنطتك ما فيهاش 3 جنيه على بعض، اديني وفرتلك اجره ميكروباص تنفعك. ها ابتدينا الانزاحه. نعم بتقولي حاجه؟ لا بقول بدري قوي على انك تشك فيا كده. شوف بقى عشان تبقى عارف وبالدليل، انا ما بعرفش انزل من بيتنا اصلا غير مثلا وانا في شنطتي على الاقل 300 جنيه. لا لا ما صدقت. هوريك حالا اهو، اوعى تفتكر ان انا ادي 50 ادي 100 جنيه 150 ادي 50 تانيين ادي 200 جنيه وادي 20 تانيين، يعني كله على بعضه كام؟ صحيح دي فلوس بجد. فلوس 22. طبعا فلوس بجد. طب بقول لك ايه بقى، انا هخليهم معايا سوفونير لحد ما نيجي نزور ماما وبابا في البيت. ولا ايه ولا ايه يا ماما؟ اخرس انت يا سهيل. اسكت انت. انت خلاص يا حبيبتي، مخك بميه انت وبنتك، هي دي اخرتها يا سهير؟ تخلي البنت تدور على عريس في الميكروباصات؟ ده انا ايوه انت جوزك اللي قايل لي يبعد متلسان. ايه يا عصبور؟ هو ايه يا عصبور؟ انت ما بتبلش في بقك فوله اما تعرف حاجه جاريه على امك. دودو 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 دودو. مش كده يا اخي؟ يا ماما بلا ماما بلا زين. انا قلت لك الواد هيخش من الباب والمشاريين وكويس وهنتعرف. ايه لازمتها المناهه ده كل شويه؟ لا علمك، هي كلمتني وقالت لي يعني ما قابلتهوش من ورايا، وانا قلت لابوها ووافق. اطلع انت منها يا نحمده. اطلع انت منها يا نحمده. مش كده؟ خلاص طويتك يا سبع يا ابن السبع. قال على رأي المثل، كل شنب وله مقص. قصته من زمان. هو في ايه؟ انت عايزه تشعليها وخلاص؟ ما تلم امك يا عصابور. ايه هي كانت امه مبعتره عشان يلم؟ يا جماعه البنت زمانها جايه دلوقتي والراجل هيجي يدخل من الباب. واللي حصل حصل يا ماما. الله حصل حصل يا ماما. الله هو الواد ما جاليش المكتب ليه؟ انا قعدت مستنيه طول النهار. تاه هجيلك بكره ولا بعده. البعبع اكله في السكه. انا مش كنت خلاص ربطت مع الاستاذ مرزوق؟ مرزوق السلطانيه بالذمه. انت مش مكسوف من نفسك تجوز بنتك لراجل شبح شويش عطيه واسمه مرزوق؟ ايه مش كان عاجبك وكنت هتموتي عليه؟ ايه ده انا كان عاجبني؟ على كل حالة ربنا رزقنا بالأحسن منه 100 مرة والنبي يا رب. ودلوقتي علا تيجي وتحكي لنا على كل حاجة، وكل واحدة كل واحدة تحط لسانها في بقها سامعة. هو أنا كان لساني مدلدل عشان أحطه في بقي وأسكت؟ خلاص يا ماما خلاص. علا جت علا جت. هي يا أختي. إيه يا حبيبتي؟ إيه اللي حصل بقى؟ إحكي. إيه لولو؟ أنا اتسرقت. ايه؟ بره الميكروباص اتقلبت. اتقلبتي؟ طلع حرامي. يا نهار اسود اتقلبت. يا حبيبتي يا بنتي. ايه رايك بقى؟ اتقلبت. الحق اربط مع الشاويش عطيه. قال على راي المثل، المتعوس متعوس ولو علقوا على راسه فانوس.